كابتن مدحت شلبي، هتقول له ايه؟ هتقول له فين ايه؟ هقول له فين ايامك؟ انا زميلته كتير الحقيقه، وبعتز جدا بيه، اشتغلت معاه اكتر من 4 5 سنين، ومن يعني من ألذ الناس اللي انا قابلتها في الوسط الرياضي. ايدته في الخطوه اللي اخدها ولا لا؟ يعني خطواته كلها ناجحه، عمل خطوات كتيره جدا، اشتغلنا مع بعض وراح دوريات. هو دلوقتي موجود طبعا في الدوري السعودي، دوري كبير ومحقق نجاحات كبيره جدا. بس كابتن مدحت احنا اشتغلنا مع بعض سنين كتيره، يعني انا وهو مره اشتغلنا ماتش برشلونه وريال مدريد من اسبانيا من الملعب، هو بيعلق وانا في الاستوديو، عشنا مع بعض لحظات كتيره كويسه. وهو يعني كابتن مدحت لذيذ ودمه خفيف واموره سهله يعني. طيب.